أما بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مركز معلومات مجلس الوزراء هيعقد ورش العمل التاسعة لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع النقل. النهاردة كمان في مطار القاهرة هيستقبل بعثة مصر اللي شاركت في ألعاب البحر المتوسط الجزائر في الجزائر، وده غير أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هيعقد ورش العمل التسعة لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع النقل، وده بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين ومراكز الفكر في مجال النقل، وكمان عدد من الأكاديميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن شركات القطاعين العام والخاص. الورشة هتستعرض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع النقل البحري والنهري والبري، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وده علشان تخرج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولاً وتعبر عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية. النهاردة مطار القاهرة هيستقبل بعثة مصر القادمة من الجزائر على متن طائرة خاصة بعد المشاركة في دورة ألعاب المتوسط في وهران واللي اختتمت منافساتها امبارح. كمان النهاردة هيختتم منتخب الناشئين مواليد 2006 معسكره المغلق بمواجهة ودية أمام فريق النصر استعداداً لمنافسات كأس العرب اللي هتنطلق بالجزائر في 22 من أغسطس اللي جاي. النهاردة كمان هيلتقي نادي غزل المحلة بنظيره فيوتشر في نهائي كأس الرابطة المصرية 2022 في نسختها الأولى الساعة 9:30 بالليل على استاد القاهرة، في المواجهة اللي بيسعى من خلالها الفريقين لحصد أول ألقاب هذه المسابقة واللقب الأول لكل منهم هذا الموسم.